السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. مملكة البحرين تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة. تدشين المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتسهيل التوظيف في القطاع الخاص. إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وتعزيز الإجراءات الاحترازية. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. شاركت مملكة البحرين العالم احتفاءه باليوم العالمي للبيئة الذي صادف 5 يونيو حول موضوع التنوع البيولوجي لهذا العام، وسط إنجازات رائدة محليا ومبادرات فاعلة عالميا في الحفاظ على البيئة والحياة البرية والبحرية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بما يدعم المسيرة التنموية المستدامة خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وضعت مملكة البحرين حماية البيئة ومواردها والحفاظ على التنوع البيولوجي في مقدمة أولوياتها التنموية منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى، باعتبارها من أهم الأسس الاقتصادية للمجتمع بموجب ميثاق العمل الوطني، وتأكيد الدستور في مادته 9 على اتخاذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية واستغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة. وتحرص مملكة البحرين على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية وإقرار القوانين والتشريعات وإنشاء المؤسسات والأجهزة الرسمية الضامنة لحماية البيئة واستدامة العملية التنموية بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 ومبادئها المرتكزة على الاستدامة والتنافسية والعدالة والمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني. هذا وعززت الحكومة من اهتمامها بحماية البيئة والموائل الطبيعية والحياة النباتية والحيوانية البرية والبحرية وتعزيز الوعي بها والحفاظ على التنوع البيولوجي والاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام وترشيد استهلاك الموارد والطاقة وآليات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الاقتصادية وتشجيع إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والاستثمار فيها وفقا لبرنامج الحكومة 2019-2022. وإيمانا بأهمية الشراكة العالمية في تدعيم التنمية المستدامة بجميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحماية التنوع البيولوجي، صادقت المملكة على أكثر من 40 اتفاقية ومعاهدة وبروتوكولا دوليا وإقليميا ذات صلة بالحفاظ على النظم البيئية والحياة الفطرية ومكافحة التلوث بجميع أشكاله. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر سكايب سعادة الدكتور محمد بن مبارك من دينا الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة. أهلا بك دكتور. ضمن احتفاء العالم باليوم العالمي للبيئة، ما هي أبرز المنجزات التي حققتها المملكة في مجال التنوع البيولوجي؟ طبعا مملكة البحرين غنية بالتنوع الحيوي والبيولوجي. مملكة البحرين اليوم تعتبر من الدول متقدمة في مجال تسجيل المحميات الطبيعية، عندنا 7 محميات طبيعية موجودة في مملكة البحرين، أهمها منطقة الهيرات الشمالية اللي بهير قلثامة وشتية وبعمامة والمنطقة المحيطة بهم. تعتبر المساحة المحميات بالنسبة لحجم مملكة البحرين وما يقارب 21% من حجم المملكة. هذا رقم على من المعايير الدولية المطلوبة لتسجيل المحميات. طبعا المجلس الأعلى للبيئة قام العديد من الدراسات، قام العديد من البرامج والمشاريع. اليوم يعمل مع الإخوان في مجلس الشورى والنواب لإصدار تشريعين مهمين، وهم قانون البيئة اللي يحمي على حماية كثير من التنوع الحيوي والبيولوجي، كذلك مشروع قانون لحماية الأنواع المهددة بالانقراض. اليوم هذه المشاريع بين أروقة المجلسين، وإن شاء الله نتمنى أن يصدر فيهم تشريعات
من خلال السلطة التشريعية. عمل مجلس الأعلى للبيئة مع الاتحاد الدولي لعلوم الطبيعة الـ IUCN على إعداد القائمة المحددة بالقرارات اللي يسمونها الريد لاين. نعم. حددنا شنو التنوع الحيوي اللي عندنا محدد من الفراغ، وهذا عشان نعمل تشريعات وقوانين لحمايته. عندنا نظام تراخيص لأنواع محددة للفراغ. اليوم احنا عضو في المنظمة العالمية سايتس والاتفاقية الدولية لتقنين دخول وخروج الأنواع المحددة بالانقراض قانونيا، حيث أنها هي تخضع للرقابة من خلال المجلس الأعلى للبيئة لحمايتها من التهديد اللي ممكن يحددها. عندنا رقابة تفتيشية على محميات، ورقابة تفتيشية اليوم حتى على بعض الأسواق، خصوصا الأسواق اللي يتم فيها بيع الحيوانات. طبعا عندنا برنامج توعوي نقوم فيه في عديد من المحاضرات، نقوم بعديد من الورش والدورات التدريبية للإخوان سواء في الجمارك أو في الثروة الحيوانية، وذلك لاطلاعهم على آخر التشريعات وعلى تنفيذ القانون في التعامل مع الأنواع المحددة للانقراض. مشروع استزراع القرم واللي هو المانجروف نعتبره من أهم المشاريع. بدينا من المشروع في مشروع كان صغير ينتج 2500 شتلة سنويا، إلى اليوم ننتج 10,000 شتلة ويتم زراعتهم في عديد من المناطق، وأهمها اللي نشوفها اليوم في محمية جوحة عراق. نعمل اليوم على مشروع اللولو، وهذا بتوجيه من سيدي سمو ولي العهد، ومسح لمنطقة اللولو والوقوف على الكميات اللي موجودة، وإطلاق برنامج اللولو في منطقة البحيرات كمشروع سياحي بيئي كان من ضمن المشاريع الرائدة اللي احنا نفتخر فيها. كذلك مقاس دايف بحرين اللي هو القوس على الطائرة، تم التأكد من أنه مكان مطابق للمعايير البيئية، واليوم صار تجاه كثير من الغواصين اللي يغوصون في هذه المنطقة. المجلس الأعلى للبيئة يعمل ضمن المنظومة الحكومة ويشجع دائما على السياحة البيئية. إن شاء الله نصير إحنا من الدول الرائدة في السياحة. سعادة الدكتور محمد بن مبارك من دين الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، شكرا لك. دشنت هيئة تنظيم سوق العمل المنصة الإلكترونية لسوق العمل التي من شأنها خلق قناة تواصل بين الباحثين عن عمل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص. تهدف المنصة إلى تسهيل حصول القطاع الخاص على العمال التي يحتاجها في ظل صعوبة الاستقدام التي من الخارج وتأثر حركة التنقل الجوي، وذلك دعما لاستمرارية نمو القطاع الخاص وتعزيز قدراته في ظل هذه الأزمة العالمية. إذ أنه بإمكان المواطنين والمقيمين الدخول على المنصة الإلكترونية وتسجيل بياناتهم، مما سيشكل قاعدة معلومات شاملة متاحة للمؤسسات والشركات الراغبة في التوظيف بمختلف المهارات. أعلنت هيئة التخطيط والتطوير العمراني عن أوقات العمل الجديدة والمطولة لمركز خدمات العملاء بدءا من اليوم الأحد، بحيث ستكون أبواب المركز مفتوحة طوال أيام الأسبوع لاستقبال المراجعين ما عدا يوم الجمعة، وذلك من الساعة 7 صباحا وحتى 6 مساء. وتأتي التغييرات الجديدة في المواعيد في إطار حرص الهيئة على الارتقاء بالعمل الحكومي وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها ضمن خطة تطوير شاملة لخدمة العملاء. هذا وبإمكان المراجعين تقديم طلباتهم واستفساراتهم عبر مختلف قنوات الهيئة، سواء بالحضور الشخصي للمقر أو عبر الاتصال الهاتفي والواتساب أو طلب مواعيد مرئية مع المسؤولين. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. الخلدية الشبابية تعلن أسماء الفائزين بمسابقة أفضل تصميم لصورة ولي العهد.
بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بحث الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها بما يتماشى مع المستجدات العالمية للفيروس. ومن أجل مواصلة الحفاظ على صحة وسلامة الجميع تقرر ما يلي. كشف تقرير صادر عن وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشهر أبريل الماضي عن قيام الوكالة بفحص حوالي 1700 شحنة نباتية واردة عبر المنافذ الجمركية في مملكة البحرين. وأوضح التقرير أن الوزارة سعت للحد من دخول وانتشار الآفات الزراعية المصاحبة للإرساليات الزراعية الواردة في منافذ الشحن وصحبة المسافرين، وكذلك التوافق مع اشتراطات الدول المستوردة للإرساليات المصدرة والمعاد تصديرها من مملكة البحرين طبقا للإجراءات الحجرية التي نص عليها قانون الحجر الزراعي والقرارات الوزارية المنفذة له. من جهة أخرى، كشف التقرير عن قيام الوكالة بزيارة 323 مزرعة وحديقة موزعة على المحافظات الأربع خلال شهر أبريل الماضي من أجل تحديد المزارع والنخيل المصاب بحشرة سوسة النخيل الحمراء وتحديد نسبة الإصابة فيها. اختتمت جمعية الخلدية الشبابية مسابقتها التي أطلقتها عبر حسابها في الإنستغرام لأفضل تصميم لصورة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وجاء ذلك عرفانا وامتنانا للدور العظيم الذي يقدمه سموه عبر قيادته لفريق البحرين الوطني المعني بالتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19. وقد تم تكريم الفائزين في هذه المسابقة التي شهدت تفاعلا كثيفا من قبل الجمهور، حيث بلغ إجمالي عدد المصوتين على التصاميم المشاركة أكثر من 70,000 تفاعل من مختلف الفئات العمرية ومن داخل البحرين وخارجها. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.